قال مصدر بحركة حماس إن الحركة تلقت عرضا دوليا لوقف إطلاق نار ممتد بغزة. وأضاف المصدر في تصريحات للحدث أن العرض الدولي سيتخلله الإفراج عن محتجزين من الأطفال والنساء وكبار السن، مؤكدا موافقة الحركة على مبادرة أمريكية معدلة تقضي بوقف النار وعودة تدريجية للنازحين. فيما أضاف المصدر نفسه أن وفدا من الحركة سيتوجه للقاهرة خلال أيام لبحث تفاصيل الصفقة وبدء تطبيقها. هذا بيتنا متكون من 3 طوابق، وكل طابق مقابله شقتين، وكل شقة فيها 19 أفراد، وكلنا أطفال، وعندنا مرضى سرطان وعندنا مرضى قلب. نريد الأمان، لا نريد لا طعام ولا شراب ولا نريد ميناء. كل ما بدك الخبز راح اجي على الجيران.